أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية نقرأ مقالا للكاتب جاسم الحلفي في جريدة طريق الشعب بعنوان ورقة توت أخرى تسقط. يسلط الضوء على انهيار جسر الفلوج الحديدي الذي وقع يوم 13 من نيسان قبل 3 أيام من افتتاحه رسميا. يشير الكاتب إلى الإهمال الواضح من الدولة والمسؤولين تجاه الحادث. ينتقد الحلفي ظاهرة التسويف في التحقيقات الرسمية، ويعزو سبب تكرار مثل هذه الكوارث إلى الفساد المتغلغل في أجهزة الدولة، محذرا من أن الفساد قد أصبح مؤسسة قوية تعمل على تغطية جرائم النهب والتلاعب بالمال العام دون خوف من المحاسبة. نتابع. يبدو أن ركائز الفساد من القوة بحيث لا تهتز أمام أي فضيحة فشل، فلمؤسسة الفساد قدرة على تغطية كل جريمة نهب وتلاعب بالأموال العامة. فالفساد كمؤسسة متغولة في أجهزة الدولة عصي على المحاسبة حتى وإن بلغ به الاستهتار حد سرقة تريليونات الدنانير. والدليل هو أن حرامية سرقة القرن ما زالوا طلقاء دون أدنى حساب. مؤسف جداً غياب أصوات النخب التي تنازلت عن واجبها الأخلاقي في التصدي للفاسدين وفضحهم، وفيهم من ارتضى أن يكون برغياً في ماكينة إعلام طغمة الفساد، ملمعاً لصور رموز الفساد الذين احتل بعضهم مواقع تشريعية وتنفيذية. ولكن لن تغيب عنا البوصلة، فالفساد يكمن وراء انهيار جسر الفلوجة كما كان وراء الانهيارات السابقة، والمسؤول عن كل الانهيارات هم النهابون الذين شكلوا بما نهبوه من أموال عامة طبقة اجتماعية مترفة ربطت مصالحها مع مصالح بعض المتنفذين وتخادمت معهم، واستخدمت الإعلام لا لنشر الحقيقة بل لطمسها وإخفائها أو تزييفها أو التلاعب بها. في مقاله زحامات ببغداد حلول آنية عقيمة الذي نشر في صحيفة صوت العراق، ينتقد سعد جاسم الكعبي الحلول الآنية التي تقدمها الحكومة لمشكلة الازدحام المروري في بغداد والتي يراها غير فعالة. يشير الكعبي إلى أن الجهود الحكومية كتغيير توقيتات العمل ومحاولات فتح الطرق وإزالة العوائق لم تؤدي إلى تحسن ملموس في تدفيق أو تدفق المرور، بالإضافة إلى ذلك يعبر عن امتعاضه من بطء تنفيذ المشاريع الجديدة، مشيرا إلى أنها تسببت في ازدحامات شديدة وحوادث مرورية بسبب ترك مواد البناء بالقرب من الشوارع الفرعية وإغلاقها أمام حركة المرور. يطالب الكاتب بتحديث القوانين واعتماد استراتيجيات بناء أكثر فعالية للطرق والجسور لمعالجة القضية بشكل جذري وطويل الأمد. رغم جميع الإجراءات الحكومية وقوانين المرور الصارمة من حيث المراقبة والمحاسبة، ما زالت شوارع بغداد تغرق بالزحامات وتكتظ بمئات الآلاف من العجلات بمختلف أنواعها. ومع انتهاء دوام 3 أيام تطبيق توقيتات العمل الجديدة في مؤسسات الدولة والتي جاءت بهدف تقليل الاختناقات المرورية في بغداد، لم تشهد شوارع العاصمة أي تغيير يذكر، فالزحامات حتى الآن تخنق الشوارع والتقاطعات. في شوارع مختلفة وتقاطعات حيوية من بغداد هنالك طوابير طويلة من العجلات وسط امتعاض شديد من جراء عجز القرارات الحكومية عن حل أزمة الزحامات المرورية. الاختناقات أصبحت عقدة لكل ساكني العاصمة بغداد، خصوصا بعد أعمال الصيانة والتوسعة التي أقدمت عليها الحكومة في بعض الساحات والشوارع الحيوية، مما أدى إلى زحام شديد في الشوارع المليئة أصلا بالسيارات الكبيرة والصغيرة. الاختناقات المرورية تفسرها كثرة السيارات في الشوارع مقابل قلة الطرق وإغلاق أكثرها، هذا فضلاً عن عدم وجود تنظيم لآلية السير والمرور على الرغم من الإجراءات الجزائية الجديدة المتخذة في بعض المناطق. وأخيراً، لا يكون فرض غرامات وبناء مجسرات فقط هو الحل، وإنما بإقامة مشاريع عملاقة في الطرق والجسور السريعة والمترو.
في تقرير نشرته صحيفة العالم الجديد بعنوان الموازنة الأضخم عجز غير مسبوق يهدد الاقتصاد العراقي، يتناول الوضع المالي الحالي للعراق الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الموازنة الفيدرالية للأعوام 2023 و2024 و2025. يظهر التقرير القلق المتزايد حول العجز المالي الكبير الذي وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، مما يدفع الحكومة للنظر في تخفيضات محتملة في الإنفاق العام لمعالجة هذا العجز. التأخر في إرسال جداول الموازنة من مجلس الوزراء إلى البرلمان يسلط الضوء على التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها الحكومة في ظل تغييرات غير متوقعة في النفقات والإيرادات. مصطفى أكرم حنتوش الخبير المالي يحذر من أن العجز المالي الكبير قد يكون له تداعيات سلبية على الرواتب، ويمكن أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات كزيادة الضرائب أو الاقتراض، مما يزيد من الأعباء على المواطنين. نتابع. موازنة العراق الأكبر حجماً والأكثر عجزاً في تاريخه تثير قلق المعنيين في تسببها بمشكلات مالية واقتصادية لا تقوى الحكومة على معالجتها في ظل انقضاء الربع الأول من العام الحالي دون إقرارها، بعد التغيير الطارئ في المبلغ الإجمالي وبلوغه 228 مليار دولار، وانتظار مجلس النواب للجداول المالية من الحكومة. من جهته ينبه الخبير الاقتصادي ناصر الكناني خلال حديث للعالم الجديد أن رفع المبلغ الإجمالي للموازنة بهذا الشكل الكبير مع رفع العجز المالي يؤكد أن الموازنة وضعت بشكل غير مدروس، وهذا قد يسبب مشكلات مالية واقتصادية كبيرة وخطيرة، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في السوق العالمي. العراق لا يملك أي طرق لسد العجز المالي غير الاقتراض الخارجي والداخلي، وهذه الخطوة أكيد تؤثر سلباً في قوة الاقتصاد الوطني ولها تداعيات على الوضع المالي المستقبلي، ولهذا يجب وضع موازنة فيها صرفيات بحسب إيرادات العراق بعد تأمين كامل الرواتب التي تشكل أكثر من 75% من تخصيصات الموازنة. بدوره يرى الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش خلال حديث للعالم الجديد أن العجز المالي في موازنة عام 2024 كبير وخطير، بل هو مخيف ويهدد الاقتصاد العراقي بشكل حقيقي وحتى له تداعيات على رواتب الموظفين. في مقالتها بصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان الهجمة الإيرانية مهدت لهجوم إسرائيلي على رفح، تناقش الكاتبة هدى الحسيني الأحداث المتسلسلة وتأثيرها على السياسة الإقليمية، وكيف أن التحركات الإيرانية قد تحولت بمهارة إلى فرصة لإسرائيل لتعيد تشكيل الرواية الدولية حول أفعالها. تقول الحسيني إن الانتقام الإيراني الذي وصفته بالهوليودي قد أعاد توجيه الأنظار بعيداً عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، وجعل من إسرائيل ضحية لتهديدات إيران وأدرعها، وذلك بفضل ما سمته بسحر المرشد علي خامنئي. تشير الكاتبة إلى أن الرد الإيراني على قصف قنصليتها في دمشق قد مكن نتنياهو من استغلال الوضع لصالحه، ما أدى إلى تجاهل النقد الدولي تجاه إسرائيل. تزعم الحسيني أن هذه الأحداث قد وفرت الغطاء الذي احتاجته إسرائيل لتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية وتحديدا في رفح، مع الحفاظ على صورتها كضحية للعدوان الإيراني. نتابع. من نتائج الانتقام الإيراني الهوليودي أن الأنظار تحولت عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الأعزل والمجازر التي تم ارتكابها، وأصبحت إسرائيل مجدداً الضحية التي يتربص بها الإيراني وأذرعه. إنه سحر ساحر اسمه المرشد علي خامنئي استطاع إنقاذ إسرائيل وبيبي نتنياهو من ورطة كبيرة وأزمة وجودية حقيقية، وأصبحت إسرائيل بمنأى عن أي نقد أو اعتراض أو عقوبة لأي عمل يمكن أن تقدم عليه في رفح أو سوريا أو لبنان. على كل، نجح نتنياهو في إيقاع إيران في الفخ للوصول إلى رفح. يقول مراقب سياسي
كان معروفا الخلاف بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي لمنعه من مهاجمة رفح بشكل مفتوح ومن دون حدود أو الأخذ في الحسبان الضحايا المدنيين. لذلك كان لابد لنتنياهو من صرف نظر الأمريكيين باتجاه هدف أخطر، فاختار قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. إيران ببساطة حاولت إنقاذ ماء الوجه محلياً ففشلت على الساحة العسكرية الدولية، وحصل نتنياهو بالضبط على ما أراده من خلال ضربته في الأول من أبريل نيسان على القنصلية الإيرانية في دمشق. الاحتجاجات الداعمة لفلسطين تشكل تحدياً كبيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته بين الأمريكيين العرب والمسلمين بسبب دعمه لإسرائيل. التقرير الذي نشرته واشنطن بوست يلقي الضوء على احتجاجات الأسبوع الماضي التي أغلقت الطرق الرئيسة في عدة مدن أمريكية وتسببت في اختناقات مرورية، ما يشير إلى بداية صيف متقلب من الاحتجاجات. هذه الأحداث تأتي في وقت حساس بالنسبة للسياسة الأمريكية، حيث يتوقع أن يظهر بايدن وترامب في مؤتمرات الترشيح لحزبيهما هذا الصيف، متوقع أن يظهرا وكلا الحدثين يستعدان لجذب عدد كبير من المتظاهرين. المحللون يشيرون إلى أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين قد تزداد قوة، وتظهر الاحتجاجات كيف تفقد إدارة بايدن الدعم بين الأمريكيين العرب والمسلمين. يتابع. المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تسببت باختناقات لحركة المرور في المدن الأمريكية يمكن أن تنذر بصيف متقلب من الاحتجاجات، وهو ما يخلق تحديا للرئيس جو بايدن ويثير جدلا حول ما إذا كانت تكتيكات بعض الناشطين تهدد بتقويض الدعم العام لحركتهم. وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسة لساعات في مدن منها سان فرانسيسكو ونيويورك كجزء من حملة عالمية لزيادة الوعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في يوم الضرائب الأمريكي. وفي شيكاغو وسياتل أغلق المتظاهرون مداخل المطارات الدولية، وهو ما أجبر المسافرين وفرق الطيران على السير إلى محطات الطيران أو احتمال تفويت رحلاتهم. وفي سان فرانسيسكو اضطرت الشرطة إلى استخدام معدات اللحام لتحرير المتظاهرين من جسر باي بعد أن ربطوا أنفسهم بالأنابيب. ويشير المحللون إلى أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين أصبحت الآن عبارة عن شبكة مترامية الأطراف من المجموعات التي لدى العديد منها وجهات نظر مختلفة حول التكتيكات المقبولة أو الفعالة. تتمتع العديد من الجماعات ببنية قيادية منتشرة أو لا يوجد قائد على الإطلاق، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب بشكل خاص التنبؤ بالخطوات التالية للحركة. الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهاجاة
ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في دراسة حديثة أجريت في جامعة ميسوري كولومبيا بالولايات المتحدة، اكتشف الباحثون أن عصير الملفوف الأحمر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التخفيف من التهاب الأمعاء، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي. الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية وأبرزت على موقع يوريك أليرت أجريت على الفئران، وتشير إلى أن عصير الملفوف الأحمر يحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً تعمل على تحسين صحة الأمعاء وتخفيف أعراض التهاب الأمعاء. وفقاً للدراسة، فإن عصير الملفوف الأحمر يغير تكوين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، مما يزيد من وفرة البكتيريا الجيدة ويعزز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة وغيرها من المستقبلات المشتقة من البكتيريا، مما يساهم في تخفيف الالتهاب. إضافة إلى تحسين وظيفة حاجز الأمعاء، تعزز هذه التغييرات في الكائنات الحية الدقيقة أيضاً إصلاح القولون، وتحفز التأثيرات المضادة للأكسدة، مما يقلل من تلف الأمعاء والتهابها. وأكدت الدراسة أن عصير الملفوف الأحمر ينشط مستقبل مضاد للالتهابات في قولون الفئران، مما يعزز التوازن المناعي المضاد للالتهابات ويقلل التهاب القولون. هذه النتائج تقدم أملاً لملايين الناس الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء، حيث تظهر القدرة العلاجية لعصير الملفوف الأحمر في تحسين الاضطرابات الالتهابية المعوية، وربما توفر بديلاً للعلاجات الحالية التي قد تفقد فعاليتها بمرور الوقت. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. خلانا ألجأ لهذا الباراشوت لأنه فيش شوادر في البلد، فيش نايلون، فيش ولا حاجة، وبيتنا تدمر. صنعتها من الباراشوت زي ما أنت شايفة، بربط فيها بالنتفة، ربطتها الحمد لله، خيطتها بالنتفة، هنا مكنت حبالها حتى هذول حبال الباراشوت استخدمتهن زي ما أنت شايفة. هاي الخيمة، وبستنى في المساعدات يجين حتى أسوي الخيمة الثانية هذه. هل قدامك هذا الخيط جهزته؟ بستنى في الباراشوت حتى انصب عليها الباراشوت. الخيمة قعدت 4 أيام وانا اعمل فيها، خبرت بحالي في البحر، نزلت مرة ومرتين ثلاثة لما جبت الباراشوت هذا، مش بسهولة جبتها، مش فريق ريق لما جبتها حصلت عليها، لأنه البهدلة، معاناة البحر في لحتى الآن اللي بنزل جوا في كتير ناس غرقت، الحمد لله يعني الله مشاها معانا وسهلها معانا لما جبناها حصلنا عليها. جوزي خاطر في حياته لما انه جاب الباراشوت وعملها، يعني خاطر كتير والله بحياته لما انه حصل عليها وجابها وعملها، والحمد لله رب العالمين. شكراً لطيبي وحسن المتابعة.